شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. لو سألتك انت مصري قل لي ايه؟ قل لي مصري ابن مصر وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قل لي ايه؟ ابن مصر وابن مصر الله عليه. قلها في أعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسمعري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري. الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي. ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية. ملفات ساخنة. موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا وإطلالة متجددة على عطاء وإبداع العقول المصرية وحلقة جديدة من برنامجكم علماء من بلدي. حلقة النهاردة أعزائي المشاهدين هيكون مشرفنا ونورنا عالم نبات مصري أستاذ دكتور منير محمد عبد الغني، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة. في البداية بنلقي الضوء على يعني بعض من مسيرة العالم الجليل أستاذ دكتور منير محمد عبد الغني. حصل على بكالوريوس العلوم قسم النبات من جامعة القاهرة عام 1976، ماجستير ودكتوراه من برضو كمان جامعة القاهرة سنة 81 و85، ليه 90 بحث منشور في الدوريات العلمية المحلية والدولية بتتركز في مجال التنوع النباتي وعلاقة النبات بالمتغيرات البيئية. سنة 1997 نال منحة من مؤسسة ألمانية بارزة بتمنحها للبارزين في العلم. أيضا عمل أستاذ زائر في عدد من الجامعات والمعاهد العربية وأيضا في ألمانيا. أستاذ دكتور منير عبد الغني أول مصري يحصل على دكتوراه العلوم DSC في تخصصه. في كمان جوائز حصل عليها دكتور منير في مشواره البحثي: جائزة الدولة التشجيعية سنة 1999، جائزة جامعة القاهرة التشجيعية سنة 2003 في العلوم البيولوجية النظرية والتطبيقية، جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الأساسية لعام 2014، جائزة جورج فورستر الدولية الألمانية كأول مصري وعربي يمنح هذه الجائزة، ده كان سنة 2015. فاصل ونلتقي حالا بأستاذ دكتور منير محمد عبد الغني. ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. ومع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلت لكم هنلتقي بالعالم الجليل المشرفنا أستاذ دكتور منير محمد عبد الغني، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة، حاصل على جائزة جورج فورستر الدولية الألمانية سنة 2015 وكمان جوائز ثانية، وكل ده هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم، أنا شاكر ليك وشاكر القناة القاهرة لاستضافتها ولتشجيعها للعلم والعلماء.
دكتور في البداية ودايما بنحب واحنا بنتكلم مع العلماء نتعرف على بدايتهم، لان بدايتهم ممكن تنير لنا احنا الطريق، نبقى فاهمين هم اختاروا تخصصاتهم على اي اساس. هل في بيبقى مجموعة من الشخصيات بتبقى حوالين العالم هي اللي بتدفعه لهذا؟ هل حبه لشيء معين، لفرع معين؟ هل حبك لفرع أو علوم النبات هي اللي خليتك تتجه الاتجاه ده؟ يعني كلمني على البداية. أنا هبدأ بالبداية من نشأتي في أسرتي، حيث أن والدي رحمة الله عليه كان مدرس وبعيد تماما عن العلم، فهو كان مدرس تربية فنية وخط عربي، ولي 5 أخوات وأخت رحمة الله عليها، فكان دايما يحفزنا ويشجعنا على العلم واكتساب المهارات، ولم يبخل ولم يألو جهدا على انه يجدح في سبيل تحقيق مطالبنا وتحقيق اهدافنا. دخلت الجامعة سنة 72، وهنا كانت اول لقاء لي بكلية العلوم جامعة القاهرة. تخصصت في النبات، واحب برضو ان انا اقول ان لم تكن دي هي اختياري كأي طالب علم أو طالب ثانوية عامة، لم يكن في باله ذات يوم أنه هيخش أو يدخل كلية العلوم. كانت الطموحات أكبر من كده، ومش عايز أقول أن ده يعني إحباط للناس أو إحباط للجيل القادم، لكن إن شاء الله في خلال أحاديثنا هيبان أن وراء كل مجتهد وطموحه فيه بيبقى الناس بتدفعه والناس بتحثه على هذا الموضوع. ففي كلية العلوم نشأت وتربيت في كلية العلوم جامعة القاهرة منذ عام 72. لم يكن في بالي ان انا هدخل قسم النبات، ولكن يلعب الاصدقاء وتلعب الصدف وتلعب حب الصديق لصديقه انه عايز يبقى معاه دايما وينصحه النصيحة. فأخي وصديقي الدكتور جمال محمد فهمي، أستاذ متفرغ وإحنا زملاء ودفعة واحدة، نصحني بأن أبتعد تماما عن قسم الحشرات، وهو كان أول رغبة ليا في بعد سنة ثالثة علوم، لأن إحنا في التشعب في كلية العلوم يبدأ من العام الثالث. فبعد السنة الثانية يجب أن نختار إحدى الشعب التخصص، أما النبات أو بالنسبة لشعبة العلوم البيولوجي. فنصحني أن أكون في قسم النبات، لأن قسم النبات له يعني فرص أكبر من قسم الحشرات وإلى آخر هذه الأمور، رغم أن الحشرات مهمة برضه. تخرجت في كلية العلوم عام 76 بتقدير جيد جدا، وعينت معيدا في هذه الكلية عام 1976. وهنا أحب أن أقف وقفة في خلال مراحل الدراسة في كلية العلوم. إحنا كنا محظوظين ان احنا درسنا عباقرة واجيال من الاساتذة المحترمين المثقفين البارزين في ذلك الوقت في كلية العلوم. من امثال هؤلاء درسونا طبعا في بالذات ابتدت الفكرة دي او الشخصيات البارزة دي في العام السنة ثالثة وسنة رابعة علوم، لما بدأنا ندخل في التخصص، أستاذنا الدكتور رحمة الله عليه حسين سعيد، وهو حاصل على الدي اس سي أيضا في مجال فيسيولوجيا النبات، وكان وزير التعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور نبيل الحديدي أستاذي، الأستاذة الراحلة فيفي تيكولم، ودول كان ليهم أثر بالغ في تكوين المعارف العلمية في بداية مرحلة البكالوريوس. بعد ذلك تخصصت في تخصص أنا حبيته من خلال تدريس الأستاذة الراحلة فيفي تيكولم لينا في عام 1976، حيث أنها كانت تدرس مقرر الفلورا في مصر. هذه الراحلة كان لها أسلوبا شيقا في التدريس، وأسلوبا محترما جذابا في تدريس هذا المقرر، وكنا نحب جميعا هذا المقرر وهذه الأستاذة. هي صورتها أيوة موجودة طبعا، صورة الأستاذة الراحلة، وهي مؤسسة المعشبة، وسنتكلم فيها لاحقا. فكانت المحاضرة والعملي يوم الاثنين صباحا من الساعة 9 ل 11، فاكر لغاية الآن. وكان دائما تعمل اختبارات
عما درسناه في المحاضرات السابقة لكي تشجعنا على حفظ الأسماء، لأن الفلورا مليئة بالأسماء اللاتينية الصعبة والأسماء الفاميليز العائلات النباتية الصعبة، فكان دائما تبث فينا روح حب المادة عن طريق هذه الامتحانات والاختبارات الشيقة التي ما زلت أحتفظ بورق الامتحان بتاعها إلى وقتنا هذا. وفي نهاية الموسم في نهاية الترم تقوم بعمل اختبار نهائي وتجمع الدرجات وتعطي لكل واحد من الخمسة الأوائل هدية، ليست قلم وليست لكنها كتاب. طب يا دكتور، يعني أنا ممكن أسألك زي ما الدكتورة العظيمة أثرت في حضرتك من خلال طريقة التدريس، خلتك حتى تختار التخصص، نعم، يعني فكرة الامتحانات والهدية اللي حضرتك قلت عليها، نعم، نعم، أثرت فيك التأثير انك احتفظت بالامتحانات واحتفظت بالذكريات، ولكن التطبيق هل ده حصل انك اتخذت نفس الموقف مع تلامذتك؟ حصل، يعني حصل، ولا لا احب اقول لحضرتك التواصل بين الاجيال في فتره من الفترات هو فعلا حدث في بدايه تدريسي، لان انا بدرس، كنت بدرس المقر اللي كانت تدرسه الراحله في تيكولم، وكنت متأثر بالطريقة والفلسفة التدريس اللي هي كانت بتدرسها، وبدأت بالفعل أقوم بعمل اختبارات. لكن الطالب تغيرت ملامحه. الطالب في الوقت اللي أنا بدأت أن أدرس فيه بقى جيل الثمانينات جيل التسعينات، ما كانش مرحب أو ما كانش يعني واخد الفكرة فكرة أو واخد الفكرة بحب واعتبرها نوع من يعني الإجبار على العمل وإجبار، ولم تلقى نجاحا. يعني أسبوع كل أسبوع وبدأ الطلبة تغيب، وبالتالي بدأنا نصرف نظر عن هذه الامتحانات التي كانت فعلا لها أثر بالغ في معرفة الأسماء النباتات والحفظ الدوري، لأن الفلورا دي احنا كنا نسميها زي السبيرتو، تتبخر طالما ما فيش موالاة لهذه النباتات والاسم. فانصرفنا تماما عن عمل هذه الامتحانات، واعتقد زملائنا اللي ما زالوا بيدرسوا هذا الفرع الى الان عزفوا عن هذه التجربة التي انا اتمنى ان يكون في نوع من الطلبة الان تحبس هذه الفكرة وتشجعنا ان احنا ناخد الفكره. بس دي اشكاليه كبيره يا دكتور، يعني انا مش عارفه هل المفروض انه الاستاذ يتنازل عن طريقته في التدريس امام قوه الطالب، يعني وفي نفس الوقت اتهام طلاب مثلا فتره الثمانينات والتسعينات. فتره الثمانينات والتسعينات دلوقتي بقوا كمان اساتذه ودكاتره، هم بيتهموا اجيال الالفينات ويعني وغيره، فهنفضل نتهم؟ لا، هو ليس اتهام، يعني كل جيل يتهم الجيل الاخر. هو ليس اتهام، لكن التكوين الشخصي للطالب في سن في 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 التسعينات والثمانينات اختلف عن التكوين الشخصي والعوامل اللي اثرت فيه في السبعينات والثمانينات والستينات الاجيال، او ممكن طريقه التدريس تصلح بتغير لحضرتك النهارده، يعني اصبحت طرق التدريس مختلفه تماما. الطريقه اللي كنا احنا بنتلقم بها العلم مختلفه تماما عن النهارده. النهارده في الداتا شو وغيره من الاساليب والتكنولوجيا الحديثه في التعليم والتعلم مختلفه تماما عن التكنولوجيا اللي احنا اتعلمنا فيها. فليس هذا اتهام وليس تقليل من شان الاجيال، لان الاجيال المقبله او الاجيال الحاليه مع احترامنا الشديد ليها، دي اجيال قويه واجيال نشات على العلم والتكنولوجيا، وسعيده الحظ ان كان فيها او في الوقت موجود فيه النت وموجود فيه الميديا وموجود فيه وسائل التواصل الاجتماعي اللي سهلت المحاضرات وسهلت طريقه. يعني انا بس دخلت في نقطه، يعني الامتحانات والمحاضرات وتاثرك بمجموعه من الشخصيات، هل في شخصيات ثانيه اكيد فيك؟ اكيد حضرتك بعد فيفي تكل محبها وحبيبتنا في فرع الفلورا، اذكر بكل الحب والتقدير استاذي الدكتور نبيل الحديدي، وهو له معزه الاب من في نفسي، حيث كان استاذي في الماجستير والدكتوراه، وكان يعلمنا ليس العلم فقط ولكن الحياه، وكان يعلمنا السلوك العلمي والبحث العلمي وكيف يكون. ف
فلك ان تتخيلي عندما تتخرجي من الكليه وانت معاك درجه البكالوريوس لا تعلمي شيء عن البحث العلمي ويوجد لك استاذ يعطيك ولا يريد منك شيء، لان الاستاذيه هي عطاء بلا حدود. فكان رحمه الله عليه الاستاذ نبيل الحديدي من الاساتذه القله في مصر اللي بيتابعوا اساتذتهم ويرسلوهم في بعثات خارجيه الى الخارج للاحتكاك الخارجي، وانا كنت واحد من الناس المحظوظين من ضمن تلاميذه. سافرت قبل الحصول على الماجستير عام 80 الى الحدائق الملكيه النباتيه في لندن، وعام 84 وعام 87 كل دي كان هو معي. طيب محفزنا. يعني كل التجارب دي احنا لازم نتعرف عليها بالتفصيل، لانها برضو هي في بدايات حياتك. نعم. فبيكون ليها وقع خاص غير مثلا حتى السفريات دلوقتي، بيكون ليها شكل تاني. هنتكلم بالتفصيل عن كل هذه الرحلات الخارجية وتأثيرها على الدكتور حالا، ولكن بعد الفاصل. نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. دكتور منير عبد الغني يمكن ذكر موضوعين في كلامه السابق وعايزين نقف عندهم. اول حاجه جامعه القاهره وماجستير والدكتوراه، لكن كمان في دكتوراه تانية من جامعه القاهره وعايزين نتكلم عليها، لانه يعني مش اي حد برضو ياخد هذه الدكتوراه او الدرجه العلميه دكتوراه علميه. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلت قبل الفاصل موضوع السفريات في البدايات. البدايات بيكون لها شكل مختلف، وقع مختلف عند الباحث عند الدارس. خلينا نتكلم على هذه السفريات لان حضرتك ذكرتها في البدايه. نعم. يعني تعلمت ايه لسه في بدايه حياتك وقبل حصولك كمان على الماجستير؟ نعم. شفت ايه؟ كانت البدايات في معشبه الحدائق الملكيه النباتيه عام 80 و84 و87 بهدف كان يهدفه استاذي الدكتور نبيل الحديدي بايجاد احتكاك ما بيننا وما بين هذه او هؤلاء العلماء في التخصص، وفتح افاق جديده ومعرفه كيف يعمل هؤلاء الناس لكي نسد الفجوه بيننا وبينهم. ما يبقاش زي ما احنا بنقول نحن في وادي والغرب في وادي، واحنا شغالين في منطقه وهم شغالين في منطقه، لكن كان حبه للتلامذه وللطلبه انهم يواكبوا التطور العصري اللي موجود في العالم. فكان طبعا لما يعني انا اول مره سافرت انجلترا كان عمري 24 سنه في عز الشباب، وفوجئت ان الناس بتختلف بتشتغل بطريقه تانية. وكان رحمه الله عليه استاذنا يجلس معانا حتى يقوم بطردنا الساعه 5 بتدق الاجراس واحنا قاعدين لكي ننهي رسائل الماجستير والدكتوراه، لان قبيل الماجستير والدكتوراه بيرتب لنا سفريه ثلاث شهور في اجازه الصيف نجلس هناك للاحتكاك واخذ الراي والمتابعه ونرى
ما يفعله الغرب وما يفعله هؤلاء الانجليز في تخصصاتهم، ولا سيما ان هذه المعشبة وهذه الحدائق تعتبر في قمة الحدائق النباتية الموجودة في العالم. كان يبخل علينا بالجهل وكان يجلس معنا. وتخيلي حضرتك لما استاذ في هذا القمة يجلس مع تلميذ طالب صغير يقعد يفهمه، ومش كده وبس، وكان يرتب لنا كيف سنزور المعالم التاريخية في البلد. يعني كان رحمة الله عليه أستاذا بمعنى الكلمة. دكتور، خلينا نتكلم على الدرجات العلمية وبالتحديد دي اس سي. هي دكتوراه في العلوم. درجة دكتور اوف ساينس هي درجة دكتوراه العلوم، وهي تختلف عن دكتوراه الفلسفة اللي اختصرها دكتور اوف فيلوسفي بي اتش دي. دكتوراه العلوم تختلف عن دكتوراه الفلسفة في عدة اتجاهات. دكتوراه العلوم لابد أن يكون لك خطا واضحا في أبحاثك العلمية، لابد أن تكون هناك موضوع معين وأنت ستقسمي هذا الموضوع إلى عدة موضوعات أخرى تابعة له تخدمه. باستعمال إيه؟ باستعمال الأبحاث العلمية التي قمت بها. يعني تخصص التخصص التخصص تخصص يعني. هو في تخصص الدقيق بتاعك، لكن انت هتشوفي انت نشرتي ايه في ابحاث علميه بتخدم هذا الموضوع. فانا اخذت درجه الدكتوراه العلوم في مجال التنوع النباتي والكساء الخضري في مصر، في اراضي مصر القاحله. فكان يجب علي ان انا ادرس منذ البدايه او منذ بدايه البحث العلمي اضع خطه واستراتيجيه للبحث العلمي اللي هعمله، انا همشي ازاي، وخاصه بعد حصولي على الدكتوراه. هي دكتوراه 85. حصول على الدكتوراه هي الشخصيه العلميه، بعد الدكتوراه هو صقل الشخصيه العلميه. طب الدكتوراه اللي هي سنه 85 كانت موضوعها دي موضوعها مرتبط، موضوعها هي والماجستير بنعتبره موضوع واحد. ليه؟ احنا بندرس الاعشاب النباتيه او تباين الاعشاب النباتيه في الصحراء الغربيه المصريه مع المحاصيل المختلفه. كان دي سمة او كانت دي تيمة معينة اساتذتنا الدكتور القصاص رحمة الله عليه واستاذي الدكتور نبيل الحديدي مشوا في هذا الموضوع، وكان ليهم السبق في ايجاد طلبة او تلامذة ابحاث دراسات عليا تمشي في هذا الموضوع، لان لم يكن هناك فجوة، كانت هناك فجوة ولم يكن هناك داتا عندنا او نتائج عندنا لهذه المناطق الكبيرة، فاطلقوا عدة اللي هي الصحراء الغربية. الصحراء لا، انا اشتغلت في الصحراء الغربية في الواحات البحرية والواحات الفرافرة والفيوم ووادي النطر، عدة مناطق وعدة واحات، لكن هناك زمايل لي او زملائي اشتغلوا في مناطق اخرى دراسات موازية لهذه الدراسة. دكتوراه العلوم هي مجرد تحصيل، انت بتحصلي بقى كل ما فعلتيه خلال 30 سنة او خلال مشوارك العلمي. سنة كام دكتوراه؟ دكتوراه 2015. فكان عبارة عن ايه؟ بعد ما حصلت على دكتوراه كان في تيمة معينة انا ماشي بيها، وهي التنوع النباتي او الفلورا وعلاقتها بالمتغيرات البيئية في مصر، في مناطق مصر المختلفة، لان احنا في مصر بتقسم جغرافيا نباتيا او من وجهه النظر النباتيه لعده مناطق، الصحراء والبحر الاحمر وساحل البحر الابيض والصحراء الشرقيه وجبال علبه وسيناء، دي مناطق نباتيه جغرافيه احنا متفقين عليها. فكان بحثي او ابحاثي مجموعه بتضم كل من هذه المناطق الجغرافيه. طب يعني عايزين في الكلام ده بشكل تطبيقي. يعني حضرتك ذكرت هذه الاماكن. نعم. هي اماكن كثيره وبتتكلم على تنوع نباتي. نعم. يعني هل معنى كده نقول ان احنا عندنا تنوع نباتي في مناطق مختلفه؟ طبعا طبعا يعني طبعا حضرتك عليها يعني احنا التنوع النباتي التنوع النباتي ده تنوع معروف. رغم ان الفلورا المصريه في مجملها بتحتوي على حوالي 2100 نوع نباتي، وهو اذا ما قورن بالانواع النباتيه في البلاد اللي جنبنا ده عدد ضئيل جدا، لكن على قدر ما احنا عندنا، لكن في عندنا بعض البيئات التي تنمو فيها نباتات معينة. ساحل البحر الأبيض هناك نباتات تنمو فيها متنوعة وفيها تنوع كبير جدا عن ما إذا ما قرنت بالنباتات الموجودة في على ساحل البحر الأبيض ساحل البحر الأحمر، وإذا ما قرنت بالجبال
الشاهقة الارتفاع في سيناء، ونباتات أخرى موجودة في جبال علبة، وهي جبال مشتركة ما بيننا وبين السودان عند مثلث حلايب شلاتين. وكان لي الفرصة الكبيرة التي أتيحت لي عام 2003 و2004 لزيارة جبال علبة بالتعاون مع جامعة سوهاج، ورحت وجمعت هذه النباتات وشفت هذه المناطق لأول مرة. تنوع نباتي لا مثيل له، لا مثيل له. نباتات موجودة لا تنمو إلا في المرتفعات، نباتات لا تنمو إلا في المنخفضات، نباتات لا تنمو إلا في مناطق ملحية، نباتات لا تنمو إلا في الصحراء، النباتات تنمو في الأودية. لأن احنا عندنا تنوع في الأجواء، يعني تنوع في الأجواء داخلي، لكن مش كبير قوي. لكن التنوع في المناخ أو في المناخ سببه المطر، واحنا في مصر ولله الحمد المطر عندنا قليل جدا ونادر الحدوث، اللهم الا بعض المطر في الساحل الشمالي، وده المكان الوحيد اللي فيه تباين نباتي ايضا. وسيناء لا ننسى سيناء وشبه جزيرة سيناء والتنوع النباتي المميز الموجود في سيناء. غير هذا هناك بعض النباتات الاخرى او بعض التنوع الضئيل في نباتات الواحات او في الصحراء الشرقيه. ايه بقى بعدين. ايه انواع النباتات دي؟ حضرتك بتقول انه في تنوع في نباتات مائيه، بس هي عباره عن ايه وبتستخدم باي شكل؟ هل هي نباتات طبيه ولا ايه؟ هناك نباتات مائيه، هناك نباتات صحراويه، هناك نباتات ملحيه، وفي ثروه نباتيه موجوده في مصر. الحقيقه بعض النباتات تستخدم استخدام طبي، ولهذا نجد الكثير من هذه النباتات بيتداول طب على مستوى الشعبي. نباتات زي الحنظل، نباتات زي السمو، تعالج السكر وتعالج الامراض وتعالج كثير من الامراض. في نباتات اخرى. طب يعني حضرتك قلت زي يعني امثله للنباتات اللي هي الطبيه، لكن ايه تاني؟ يعني التنوع النباتي ده اصفر عن ايه؟ اصفر عن معرفه ما هو الثروة النباتية الموجودة في مصر عندنا. كيف يمكن المحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض عندنا؟ هناك أنواع نباتية كانت موجودة بكثرة وبوفرة نظرا للتغير المناخي الموجود والحادث، حدث لها نوع من التراجع، حدث لها نوع من الانقراض، لم تكن موجودة. وإذا ذهبنا لزيارة هذه الأماكن اللي كان موجود فيها أحد النباتات منذ 30 أو 40 عاما نجد أنه اختفى، لا ينفع أو لا نفلح في جمعه مرة أخرى من نفس المكان الذي جمع له. طب يعني برضو المشكلة النتيجة لأنه زي ما حضرتك بتقول تغير المناخ، ولا أنه مثلا بيتم الجمع بشكل أيوة الجمع يعني الجائر، مش عارفة يعني. التدخل البشري التدخل البشري والجمع الجائر. هناك نباتات تستخدم في الجريزنج اللي هو الرعي، وهذه النباتات اللي بترعى سبب كبير جدا من انقراض كثير من النباتات التي تؤكل بواسطة الحيوانات. عندما ترعى هذه النباتات أدى إلى كثير من النباتات لا يوجد ولا يمكن الحصول عليه، نظرا لأن اللايف سايكل أو دورة الحياة بتاعته لا تتم، وبالتالي هو على طول بيتاكل أو بيحصل له نوع من الاستهلاك عن طريق هذه الحيوانات. إحنا بنعمل أو عملت أو نشرت كتاب عن النباتات المهددة بالانقراض في مصر، وكان ده أحد الاتجاهات العلمية اللي أنا سهمت بيها في توضيح ما هي هذه النباتات. وبدأنا بالفعل صدور أو إصدار الكتاب مع أستاذي الدكتور نبيل الحديدي عام 92، وبنقول للناس البيانات الحمراء، ودي سلسلة كتب عالمية هيئة اليونسكو أشارت لها أن لابد لكل دولة أن تعلن ما هي النباتات المهددة بالانقراض في عندها. ونشرنا الجزء الأول من هذا الكتاب وهو جزء النباتات الشجرية أو النباتات المعمرة الخشبية. ونتمنى الأماكن فين هذا الكتاب المهددة بالانقراض؟ ما هو ده مش مكان، ده عدة أماكن. الكتاب منشور وموجود، كل نبات احنا رسمين له خريطة وحاطين فيه مكان تواجده. أحيانا هذه النباتات توجد في جبال علبة بيننا وبين السودان، أحيانا بعض هذه النباتات توجد في سيناء، بعض من هذه النباتات يوجد في الساحل الشمالي الغربي، وليست كلها مركزة في نبات واحد في مكان واحد. حضرتك عرفت المعلومات دي منين؟ من خلال بحث ميداني حضرتك قمت بيه، ولا في قاعدة بيانات معروفة، في كتب، في أبحاث؟ أنا بشكر حضرتك السؤال ده جدا لأنه سؤال مهم جدا. للأسف الشديد لا توجد قاعدة بيانات إلى الآن.
قاعدة بيانات عامة يستفيد منها كل الناس والباحثين والعلماء. احنا عرفنا هذه المعلومات عن طريق الرحلات الميدانية اللي كنا بنقوم بيها، لان شغلتنا وعملنا البحث قائم على الرحلات الميدانية. ما ينفعش لا عالم بيئة ولا عالم تصنيف ولا عالم نبات يقعد يعمل شغل في المعمل. هو زملائنا في المعامل كتخصص المايكروبيولوجي وتخصص الفسيولوجي هم القائمين على الشغل في العملي في المعامل، اما احنا لابد ان نجمع المعلومات من خلال زياراتنا البيئيه، زياراتنا الميدانيه. تكرار هذه الزيارات على مستوى او على مستوى سنوي وباستمرار جمعها على مر السنين بيعرفنا ما مدى خطوره وتواجد هذا النبات. ولذلك بنقول، وده عايز اقف هنا عليها، المعشبه. المعشبه هي المتحف النباتي، والمعشبه هو منجم الذهب للمعلومات، وده الكلام ده معروف. واحنا عندنا في معشبة جامعة القاهرة هي المعشبة الأم في مصر كلها. في أماكن تانية؟ في معشبة متحف الزراعي، وهي المعشبة أيضا صحية أقدم منها، لكن تعتبر معشبة جامعة القاهرة هي أكبر معشبة موجودة في مصر الآن. والمعشبة أسستها الراحلة فيفي تيكولم عندما جاءت هي وزوجها، وزوجها عمل كأول رئيس قسم للنبات، هو سويدي، سويدية الأصل، في جامعة القاهرة، وتركت إرثا كبيرا من النباتات التي كانت من الصعب الوصول لها في ذلك الوقت، حيث أنها كانت تجوب الصحراء في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات على عربيات الكرو وعلى عربيات النقل مع أستاذنا الراحل الدكتور القصاص، وهم اللي عملوا موسوعة نباتات مصر، ساهمت هي في عمل موسوعة نباتات مصر الأولى. وعقبه بذلك او ما اخذ التطور او اخذ استاذنا الدكتور نبيل الحديدي تطوير المعشبه، وطورت المعشبه واصبحت بشكل يبهر الجميع، واصبحت الان لها مكانه علميه مرموقه ومكانه يحسدنا الجميع القاصي قبل الداني على انتمائنا لهذا المكان العريق. فالمعشبه هي منجم العلم ومنجم المعلومات اللي يجب ان احنا نهتم به ونعمل كونسورتيوم او زي اسوشيشن او حاجه تجمع النباتات، تجمع المعشبات كلها مع بعض زي اتحاد المعشبات العالمي، وتكون معشبه وطنيه. احنا بنفتقر لوجود المعشبه الوطنيه في مصر، اسوه بالمعشبه الوطنيه الموجوده في استراليا، اسوه بالمعشبه الوطنيه الموجوده في كل ولايه امريكيه. مش عايز اقول كمان ان بعض الدول القريبه مننا اصبحت معشباتها فيها نوع من التطور العلمي اكبر من عندنا. طيب من خلال البحث الميداني، ايه اماكن نقدر نقول فعلا هي اماكن متميزه نادره مفيش زيها في العالم، لازم نهتم بيها يعني ونخاف عليها كده ونبرزها كمان، زي ايه؟ اولا سيناء حبان الله بها، وسيناء هي جنة الله في أرضه، وسيناء بها الكثير من النباتات، ومكان مميز ونباتات مميزة، وسيناء تضم عدد من النباتات النادرة، واحنا بنقول عليها سيناء ولا جنوب سيناء؟ جنوب سيناء بالذات. النباتات الانديميك اللي هي النباتات المتوطنة اللي موجودة في مصر، ده نوع أو ده مكان. المكان الآخر واللي يصعب الوصول ليه ولنرجو ان الدولة تهتم بيه هي سلسلة جبال علبة على البحر الاحمر، تطل على البحر الاحمر، وهي حدودنا مشتركة مع السودان في مسلح حلايب شلاتين وبرماد. انا زرت هذا المكان كما اسلفت، وفيها نباتات ايضا من اهم النباتات الموجودة فيها نبات الدراسنا، وهو نباتات ينمو مع المرتفعات. نباتات المرتفعات احنا ما فيش في مصر عندنا نباتات كتير بتنمو في المرتفعات، لكن في جبال سيناء وجبال علبة هناك انواع مميزة لهذه الجبال ولهذا النوع من، خاصة ان جبال سيناء جبال علبة لانها شاهقة الارتفاع، فطبعا بتاخد نسبة عالية من الامطار وبتنزل عليها الامطار كلها وبتنحدر جنوبا حتى تصل الى باقي أودية وتسيل لها أودية الصحراء الشرقية. طيب يعني احنا برضو عايزين نتكلم على مجمل الابحاث، لانه 90 بحث اكيد في ابحاث هامة تطبيقية بالنسبة لحضراتكم، يعني ممكن من خلالها كده تقدروا تتواصلوا مع الدكتور تبقوا عارفين انه في تخصصات بجد يعني هي مرتبطة كمان بحياتنا، مش بس يعني
نقدر نقول من خلال المعمل هو بيشتغل وبس، لا ده مرتبط بينا بشكل كبير جدا. هنتكلم على الأبحاث التطبيقية الأخرى ولكن بعد الفاصل. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. ومع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلت لكم كنا عايزين نتكلم على أهم البحوث التطبيقية وتقرب لنا أكتر أهم هذه البحوث. في واقع الأمر أبحاثي لها عدة اتجاهات وعدة محاور. المحور الأول هو محور التصنيف، وهذا تخصصي التصنيف والفلورا. فكان شغلنا الشاغل مع أستاذنا الدكتور نبيل الحديدي المراجعات التصنيفية لبعض العائلات النباتية والفصائل النباتية اللي لها مدلول ومغزى تصنيف كبير. حاليا نقوم بتطبيق أو باستخدام التكنولوجيا الحديثة أو التكنولوجيا البيولوجيا الجزيئية في إيجاد حلول لبعض الفصائل النباتية ذات المغزى التصنيفي والتي لا يوجد لها حلول في بعض الأجناس أو في بعض الأنواع. قدرنا باستخدام البيولوجيا الجزيئية تأكيد فصل بعض الأنواع التي لم تكن معروفة أو لم تكن ثابت فيها أو لم تكن تأكيد الفصل فيها مؤكد، لكن استطعنا باستخدام هذه البيولوجيا وهذه التقنية الاستفادة منها وفصل هذه الأنواع عن بعضها فصلا جيدا. ده محور الأولاني. المحور الآخر وهو محور النباتات واستكمال للدراسات الدكتوراه، النباتات الموجودة المصاحبة للأعشاب النباتية في الواحات الخارجة والدخلة والفرافرة والبحرية ووادي النطرون. فنشرت مع إحدى الزميلات طالبة ماجستير وزميلة أخرى لي مشتركة معها في هذا البحث أو في هذه الرسالة، بحثا عن وادي النطرون. ووادي النطرون له أهمية استراتيجية علمية خاصة، حيث أنه ما زال يحتفظ ببعض بقايا الواحات، لأن الواحة لها استراتيجية ولها سمة، هذه السمات اختفت وظل وادي النطرون يحتفظ بهذه السمات إلى الآن. أضف إلى هذا أن وادي النطرون له من المكانة المسيحية الكثير، حيث أنه كان مزار كثير وبه أماكن كثير ودور كثيرة. أول تسجيل النبات البردي اللي هو اللي بيتعمل منه ورق البردي كان بعد اختفائه بمئات السنين لأستاذنا نبيل الحديدي عام 68، وللأسف بنؤكد في هذه الدراسة عدم تسجيله مرة أخرى، أو سجل ولكنه مش بالطريقة اللي وجد بيها عام 68 في واحة النطرون أو وادي النطرون. اشتغلت بعد كده في بيئة النباتات أو بيئة النباتات المائية في نهر النيل. قمنا بتسجيل النباتات على شط النيل على امتداد قنوات النيل والترع والمصارف الموجودة في شبكة المصارف والترع في نهر النيل في دلتا نهر الدين، وأمكن تقسيم دلتا نهر النيل إلى أربعة أقسام، وعرفنا النباتات الموجودة فيها برضو وتأثير المناطق أو تأثير العوامل البيئية والعوامل المائية التي ساهمت في انتشار توزيع النبات من مكان إلى آخر. وعدم تغير المناخ كل ده تغير؟ ولا نعم 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 نعم. على سبيل المثال هناك نبات يطلق عليه بيستيا ستراتيوتس، هذا النبات لك ان تتخيلي انه كان موجود فجأة موجود فقط في دمياط في مصارف دمياط، وفعلا ثبتت الدراسة انه ما زال موجود هناك وبكثرة شديدة، ولم يسجل في نبات اخر او لم يسجل في منطقة اخرى من مناطق مصر او من مناطق ترع نهر النيل او ديت المناطق المصارف يعني بتاع وادي النيل. لكن هذا بدأ نشوف هذا الموضوع ليه، وليه ارتباط البيستيا ستراتيوتس او النبات من النباتات المنقرضه، ولجدنا انها ترتبط دايما بالمحتوى المائي الموجود لهذه الترع او لهذه المصارف. اتجاه اخر في الابحاث هي بيئه المدن العمرانيه الجديده. كلنا نسمع عن المدن العمرانيه الجديده التي انشئت، وكان هذا موضوع رساله الدكتوراه بالتعاون
مع أستاذ ألماني في جامعة تقنية في برلين، وهو الأستاذ المضيف ليا في 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 التسعينات. وجدنا هذا الموضوع، أو كان هذا الموضوع موضوع دراسة علمية جادة، وأكن بكل الحب والتقدير للأستاذ الألماني، لأن هذا هو أول رسالة علمية يعني في هذا الموضوع. كلمني عليها بس بشكل سريع، وكلمني على زيارتك لألمانيا أو المنحة، يعني قول لي ألمانيا وأثرها عليك وعلى دراستك العلمية. أنا الحقيقة لما سافرت سنة 97 في هذه المنحة، وكان برضو أحب أذكر بالشكر والفخار أستاذي دكتور نبيل حديدي، لأن كان يدفعني دفعا لهذه المنحة أن أنا أخدها. وسافرت سنة 97 هناك، ووجدت كل الحب والاحترام والتقدير من المكان اللي انا جاي فيه، جامعه القاهره ومن المعشبه. وهم الالمان يحبوا، او الغرب يحب المجتهد ويحب الذي يعمل. وبالتالي كان هناك مجموعه من الناس او من الاساتذه او من الزملاء لا يالوا جهدا في مساعدتنا. مش عايز اقول لك ان يوم ما انت تروحي هناك بيتسلم في يدك ثلاثه مفاتيح: المفتاح الاول هو مفتاح المكان، المفتاح الثاني هو مفتاح المكتبه، المفتاح الثالث هو مكان غرفه الكمبيوتر. فمن غير ما تتكلمي وبيحط في ايدك الثلاث مفاتيح دول وبيقول لك دي المفاتيح بتاعتك وانت اشتغلي. وهي مفاتيح العلم. وهي دي مفاتيح العلم زي ما قلت لحضرتك. فطبعا الجماعه الالمان كان ليهم افضل الاثر واشد الاثر في تكوين وصقل شخصيتي العلميه، لان بعدما انتهيت من المنحه الاولانيه في المانيا انا تقدمت مباشره الى درجه استاذ، ومنحت درجه استاذ عام 2000. وكان من احد الابحاث الهامه التي نفذتها في المانيا هي النباتات الصحراويه، النباتات الصحراويه الموجوده في الواحات الخارجه والواحات الفرافره، ونشر هذا البحث في مجله علميه مرموقه في انجلترا، وكان الامباكت فاكتور بتاعها 3.5، من اهم الابحاث التي نشرتها في هذا الوقت. وكانت النتائج مبهره، ولم ياخذ هذا البحث وقتا طويلا في عمليه النشر، لان كانت النتائج مهمه جدا ومثمره في المنطقه. الحقيقه احنا كنا محتاجين وقت اكثر. انا كمان محتاج على يعني حتى البحث الخاص بالمجتمعات العمرانيه الجديده. نعم نعم. يعني هو شيق وانا كان نفسي اسمعه، بس احنا لازم نتوقف كمان عند الجوائز والتكريمات. نعم. لدكتور منير ناخد فاصل وبعدين نتكلم على هذه الجوائز والتكريمات. مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا، نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا، بالحب وبالإرادة الصح هيبقى عادة، والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدي. تستمر رحلتنا، رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم وعلماء من بلدي الثلاثاء على شاشة القاهرة. برضو الوقت هيخلينا ما نقدرش نتكلم على كل الجوائز والتكريمات، خلينا نقول آخر جوائز وأهمها كمان. آخر جائزة هي جائزة منحة بحثية، جائزة بحثية، جائزة جورج فورستر من ألمانيا عام 2015، وقبلها كانت جائزة الدولة للبحث العلمي أو التفوق العلمي للعلوم الأساسية 2014، جائزة الجامعة جائزة جامعة القاهرة التشجيعية 2003، جائزة الدولة التشجيعية 1999،
وجائزة تكريم أو نشر العلمي على مدى السنوات السابقة. وبنتمنى إن شاء الله يبقى لسه كمان في جوائز ثانية. وأنا بشكر من هنا يعني أسرتي التي تحملتني كثيرا وصبرت معي وزوجتي التي تركت البيت ليها وهي الآن تسمعني، أنا متأكد أنها تسمعني، فتحية تقدير لها ولأبنائي ولأستاذي الدكتور فوزي سلامة الذي جاب معي الصحراء الشرقية وكون معي أفضل بحث علمي أو أفضل تيم علمي في جامعات مصر. يعني احنا بنشكرك جدا على علمك وايضا على رقيك حتى في الكلام وتوجيه الشكر للاساتذه. يعني من اول حلقه لاخرها دكتور منير كان بيتكلم بس على الاساتذه وفضلهم عليه، يعني مش بس في سؤال واحد، من له ماضي ليس له ده كان واضح جدا في الحوار. بشكرك جدا دكتور منير. اعزائي المشاهدين شكرا والى اللقاء.